الاجتماعي وانه متقاعد سنة ونص، ويعني اعطانا ملاحظة وذكر انه مجموعة من المتقاعدين بيعانوا من هاي الملاحظة، انه اذا تخيلوا يعني متقاعد جيش على حساب الضمان الاجتماعي له سنة ونص متقاعد، وهو ومجموعة من المتقاعدين العسكريين ولهم سنة ونص براجعوا دوائر حكومية معاملات ناس، واللي بتقاعد بظل نايم يفرد هالجنبي وكوع وخلص، لا عندهم معاملات، عندهم معاملات، فبضطروا يراجعوا الدوائر الحكومية. وتخيلوا انه لما يراجعوا بيقولوا لهم انه انتوا عنا مش متقاعدين، مش متقاعدين، انتوا لازلتوا على رأس عملكم. يعني هذا طبعا بيعطي دلالة على انه الضمان الاجتماعي، خلينا نبلش بالضمان الاجتماعي، مش متعاون، مش متعاون. خلينا نسمع من يوسف. يوسف صباح الخير. صباح الخير اخوي ابو هيثم. بدي صوتك يكون عالي نسمعه يا يوسف. تمام. خليك معي يا يوسف، نرحب بالرائد المتقاعد بكر المجالي، هو الناطق الاعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين. اخي بكر صباح الخير. يسعد صباحك ابو هيثم، يا مرحبا، اهلا وسهلا. يعني بكر المجالي مع احترامنا وتقديرنا له هو الناطق الاعلامي بالمؤسسه الاقتصاديه والاجتماعيه للمتقاعدين العسكريين، لما حكوا مع معدي البرنامج فورا رد وفورا جاهز يرد، لكن بالمقابل معدين البرنامج من يوم ما اتصل يوسف مدير عام المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي، ولا يمكن انا بشارط الشعب الاردني اذا كله برن على انا والله ما بعرف اسمه لغايه الان، تخيلوا، هاي حلفت يمين بالله إذا برنوا عليه ما برد، هو حر يعني من حقه بجزء إنه إذا أنا برن عليه يقول ليش ترن علي، في عندي ناطق إعلامي مثلا. وبنفس الوقت الناطق الإعلامي بالضمان الاجتماعي والمكتب الإعلامي بالضمان الاجتماعي معدي البرنامج برنوا عليهم ما بردوا، وببعثوا لهم مسجات ما بتكلفوا شوفوها عشان ما تعطيش خطين زرق. طب هذا الحكي بيصير؟ هذا الحكي ما بيصير يا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعزة الله وجلاله، إذا بفتح البرنامج عليك وخص نص لحالكو لخلكو تيجوا فارعين دارعين على الإذاعة تقولوا احنا جاهزين نرد على أي ملاحظة، إذا بسير من بكرة الصبح فاتح برنامج بس على ملاحظات الضمان الاجتماعي، الأصول انكم تتعاونوا حتى انه احنا نقدر نوصل رسالة. تفضل يوسف عيد ملاحظتك. أستاذ أخويا، احنا نراجع أي دائرة حكومية يعطينا بيانات لا يوجد بيانات ويطالبوا منا تحديث بيانات كمتقاعد عسكري، نراجع الضمان الاجتماعي يحكي لنا ما في عندنا شيء، راجع القوات المسلحة، راجعنا القوات المسلحة شؤون الأفراد القيادة العامة حكوا لنا ما في انتو الكو عندنا شيء، راجعنا مؤسسة المتقاعدين تحديث البيانات من الضمان الاجتماعي، وزارة المالية تحديث من الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي تواصلوا معي يوم الخميس بعد الظهر أستاذ حسام حكى لي المشكلة عندهم، رد قال لي لا احنا ما بس يفتحوا صفحتنا، ما انطاني جواب، نادى الاستاذ رامي، استاذ رامي قسم الرواتب، حكى لي انا ما بحدث لك بياناتك كمتقاعد عسكري، بحدث لك بياناتك كمتقاعد ضمان، حكيت له بالحرف الواحد، قلت له انا اذا جتني منح او مساعدات من القوات المسلحه كوني خدمت القوات المسلحه على حدود 20 سنه اجتني منح ما بستفيد منها، قال لي لا يحق انك تستفيد منها لانك متقاعد مدني وليس متقاعد عسكري. نعم، وما اعطوني جواب نهائيا. طيب شو اللي احكينا عن المعاناه اللي انت وقلت لي وعدد كبير من المتقاعدين بتعانوها؟ يعني احنا سيدي قبل رمضان طلبوا الديوان للمتقاعدين تقديم بينات عشان مساعدات ماليه، رحنا قدمنا للديوان وما طلع لنا، لما رجعنا الديوان حكوا لنا ما في تحديث بيانات لكم، نفتح الصفحه ما في تحديث بيانات لكم، مش موجودين عندنا على الصفحه، راجعنا لوزارة المالية كذلك الأمر لا يوجد بيانات، المؤسسة للمتقاعدين نفس الشيء لا يوجد بيانات، وموجود الصفحة والصور موجودات عندي وإثباتات أنه إحنا بيانات تقاعدية لا يوجد. أنت ذكرت أنه أنت ومجموعة من المتقاعدين مش هيك؟ نعم، مش متقاعدين يعني. الضمان، نعم متقاعدين الضمان، لا يوجد بيانات الآن موجودة معانا ورق، لا يوجد بيانات. طيب خليك معنا يوسف، مرة ثانية نرحب بالرائد المتقاعد بكر المجالي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين. أخي بكر، يعني بالضبط أفهم أنا يعني كيف يوسف وزملائه متقاعدين عسكريين على حساب الضمان الاجتماعي ولهم سنة ونص براجعوا بقولهم بين عنا على الكشوفات أنك أنت بعدك على رأس عملك. يسعد صباح اخوي ابو هيثم. بدايه المشكله هاي لا يعاني منها اكثر من 13 ألف متقاعد. يا سلام، 13 ألف متقاعد بيعانوا
من انه الضمان الاجتماعي مش يعني ما ادري شو بسموها بس مش مرتب على كمبيوترات، وانه يوسف عساف وال13 ألف متقاعدين عسكريين على حساب الضمان، متقاعدين عسكريين على نظام التقاعد من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. تعرف أخوي محمد إحنا المؤسسة يعني من البداية تأسيس الهدف هي خدمة المتقاعدين وتقديم أفضل خدمات لهم. نعم. ونسهل عليهم بكل شيء، وهذا أقل واجب تجاه أخوان المتقاعدين. ونحكي ضميرنا في الموضوع، المؤسسة نعم. أبدعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين أبدعت ولا زالت تبدع بتعاونها وشغلها مع المتقاعدين العسكريين إجمالا يعني. والله يا أبو هيثم يعني لا يألو عطوفة المدير العام وكافة الأخوان العاملين في المؤسسة من تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة وإيجاد محاولة إيجاد أي شيء بهدف أن يكون المتقاعدين يعني وضعهم يكون ممتاز. يا سيدي أنا ما بستغرب باللي بتحكي لأنه نعم. الخبرة عسكرية يا بكر، الخبرة نعم. عسكرية، أما لما تنزل واحد بالبراشوت وأنه مسؤول، والله أنا بكون لي 35 سنة بالإعلام أول مرة بسمع باسمه، إذا هذا في برشوت بالموضوع، هذا كيف بدي يتعاون يعني؟ كيف بدي يتعاون؟ الآن تم توقيع اتفاقية تعاون ما بيننا وبين مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى نحل جميع مشاكل إخواننا المتقاعدين، وكانت هاي الاتفاقية بتاريخ 10/3/2024. الاتفاقية هاي حقيقة ما فيها بند إنه يتم تزويدنا بالبيانات، هي كانت مشروطة كالتالي إنه المتقاعد العسكري الراغب في الانتساب لنا للمؤسسة يتقدم بطلب خطي، يعني أخوي يوسف لما يفتح على المؤسسة الآن ما رح يلقى له بيانات أكيد لأنه ما إله عندي بيانات، لم يتم تزويدي بهاي البيانات، ولكن على كل متقاعد عسكري على نظام الضمان الاجتماعي أنه يتقدم بطلب انتساب يدوي أخوي أبو هيثم. نعم. أكررها يدوي، يعني يتوجه للمؤسسة أو لأي مكتب من مكاتب المؤسسة عددها 17، وإن شاء الله يوم الخميس راح تكون 17، يعني ببارك لأهلنا في سحاب راح يتم افتتاح فرع 18 ومدينة سحاب إن شاء الله. إن شاء الله. الآن يقدم لأي مكتب ويقدم انتساب، يعني يقدم انتساب، وفي آلية بيننا وبين الضمان بحيث أنه يتم تحصيل انتساب ورسم انتساب اللي هو البالغ نصف دينار. طيب يا أخوي يا بكر لما نعم. أنتوا يعني تتراسلوا الضمان الاجتماعي وتقول لهم يا عمي نعم. 13 ألف متقاعد بعدهم يعني قيودهم على الكمبيوترات أنهم على رأس عملهم هم متقاعدين عسكريين، شو بقولوا لكم؟ نعم. شو السبب؟ لحد الآن لم يتم تزويدنا بالبياناتهم. إحنا بس أوضح لك نقطة أبو هيثم، إحنا مربوطين على نظام مدير التقاعد المدني والعسكري، يتم تزويدنا ببيانات المتقاعدين شهريا، يعني أي تحديث للبيانات أي متقاعدين جدد على نظام التقاعد يتم تحديث يعني التحديث هاي البيانات شهريا وتنزل على نظام المؤسسة، يستفيد من خلال الآن المتقاعد إذا انتسب بيستفيد من كل الخدمات الإلكترونية اللي فيها تبدأ بالانتساب، سواء أنه بده يأخذ سلفة أو يستفيد من أي شيء مشتريات من خلال المؤسسة. الآن بالنسبة لنظام إخواننا الضمان لم يتم تزويد المؤسسة حقيقة بالبيانات الخاصة بهم، حكيت لك عددهم 13 متقاعد، لا يمكن أنه يستفيد من خدماتنا الإلكترونية ما دام ما إله عندي بيانات. طب ما بصير الحكي، ما بصير يعني ما بصير، العدد مش قليل 13 ألف يعني، والضمان الاجتماعي نايم على ذنية مثلاً. لا هو والله يعني من أكثر من 3 سنوات واجتماعات قائمة وشغالة، لكن لا أعلم ما هي يعني. بس أنا بعرف أنهم مش متعاونين معك الضمان الاجتماعي مع المؤسسة، وحضرتك ناطق إعلامي باسم المؤسسة، يعني أنا متأكد أنهم مش متعاونين معك. والله يعني نحاول أن نكون إحنا متعاونين معهم ونبذل كل الجهود. الجواب اللي بدي أوصل منك يعني إحنا المشكلة أنه البيانات لم تصلنا، يستطيع المتقاعد إذا في حال رغب البيان إنه ينتسب للمؤسسة بانتسابه أبو هيثم نعم. يدويا بيصبح له صفحة، بيقدر يفتح صفحته في المؤسسة وأموره طبيعية ما فيها أي شيء. طيب أخوي بكر خلينا نركز على النقطة هاي، خلينا نركز على النقطة هاي لأنه نقطة كثير مهمة نعم. يعني بدنا نوجه رسالة لل 13 ألف متقاعد اللي لازال يعني بياناتهم بين كأنهم على رأس عملهم مش متقاعدين عسكريين، أنهم يتوجهوا نعم. لفروع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، ذكرت أن 18 فرع مع فرع سحاب الجديد إن شاء الله، يعني يتوجهوا لفروع المؤسسة المتقاعدين نعم. العسكريين نعم. يرد يعبوا البيانات عشان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين تقوم بدور الضمان الاجتماعي بأنه يصير هيك بياناتهم بين أنهم متقاعدين عسكريين.
هي هاي تثبت انه متقاعد بالاضافه لقرار التقاعد وشهاده الاخراج اللي معه، ولكن هاي كمان حتى انه يقدر يستفيد من خدماتي انا كمؤسسه. نعم هي اهم شيء. وشو بده يستفيد من الضمان الاجتماعي؟ الخدمات الالكترونيه. شو بده يستفيد؟ قضيه اخرى ابو هيثم. نعم قضيه اخرى. يعني الوحيد اللي بدي احكيه ابو هيثم، الوحيد المخول باعطاء شهاده تقاعد او بيانات تقاعد متعلقه بالتقاعد هي مؤسسه الضمان الاجتماعي فيما يخصهم. يعني مش حتى المؤسسه حتى بعد انتسابه لا نستطيع اعطائه شهاده تقاعديه او بيانات متعلقه فيه، هو يستفيد منها في المؤسسه من توظيف، من سلف، من نعم. انه يشتري مستلزماته، يعني خدمات المؤسسه اللي بتقدمها للمتقاعدين. نعم العسكرية. خدمات المؤسسه كمتقاعد حتى ما ينحرم منها اسوه باخوانه، لكن اني اعطيه شهاده تقاعد هاي مش انا دائره التقاعد انت مش معني انت الضمان الاجتماعي معنا. لا لا نعم صحيح نعم صحيح. طب والله خلينا نسال يوسف، معك شهاده تقاعد من الضمان الاجتماعي يوسف؟ لا معي كتب. كتاب؟ طب مش في شهاده تقاعد لازم تكون قرار التقاعد. اخوي ابو هيثم احنا لما نراجع احنا بال 2024 ما رجعنا على الورق، كل شيء شغلنا على الاجهزه الكمبيوتر. ما هو هيك انا لما اجي ادخل معلوماتي صفحتي ما تفتح، شو استفدت؟ يعني على كل حال انت سمعت في نقطة كثير مهمة حكاها الأخونا نعم. بكر المجالي، يعني انه انتو عددكم حوالي 13 ألف اللي بيعانوا نفس معاناتك مع الضمان الاجتماعي نعم. انه يعني تزوروا فروع المؤسسة، اي فرع قريب عليك تزوره مشان تعبي بيانات مبدئيا، بس هذا ما بيحل المشكلة انه انت لازم معك شهادة تقاعد من الضمان الاجتماعي، بس هذولا ال 13 ألف بيقدروا يستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين للمتقاعدين العسكريين. وبالمقابل يعني احنا بدورنا بنعرف كيف نقدر نوصل الرسالة حتى لو ما بردوا، يعني اخواننا في المكتب الاعلامي بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع احترامنا وتقديرنا لكم، انا والله ما بعرف ولا واحد فيكم، ما بعرف يعني شخصيا، وما بعرف ليش ما بتتعاون، ليش ما بتردوا. يعني الموضوع بتعلق ب 13 ألف متقاعد عسكري بيعانوا من اي موضوع بحاجه له، اول ما يفوت يراجع يقولوا وين شهاده التقاعد تبعتك، يطلع معه شهاده التقاعد، وعلى الكمبيوتر بيفتح الموظف مشان يشوف شو الخدمه اللي بده اياها المتقاعد، الموظف بيقول للمتقاعد انت عندي مبين انك مش متقاعد. هذا الحكي لا يجوز، يعني مش موضوع 13 متقاعد، 13 ألف متقاعد بيعانوا، ولازم تحلوها باسرع ما يمكن. ما بعرف يعني حلها ما بده تقولونا لبكرة بنحلها، اليوم لازم تحلوها، لأنه متقاعد عسكري بتوثق عندك على كمبيوتراتك أنه متقاعد عسكري من تاريخ كذا، وبتقوله روح استلم شهادة التقاعد تبعتك وتوكل على الله، خلص بكون يوسف حسن عساف بقدر يراجع وين ما بده. مش هيك أخي بكر الموضوع؟ نعم 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 صحيح. أول شيء أنا بدي أشكرك أخونا الرائد المتقاعد بكر المجالي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، لك ولكل زملائك المتقاعدين العسكريين اللي هم بالنسبة لنا ترى كل واحد فيهم لازال عسكري على رأس عمله، يعني بظل الجيش بدمه والبوري يعني بتغيبش عن ذهنه والقايش والبسطار، يعني كل هذول موجودات، حتى المتقاعد العسكري بظل بدمه حتى الممات. فلك ولكل زملائك كل المحبة والاحترام. وأخي يوسف حاضرين سيدي. شكرا بكر. ويوسف عساف احنا كمان طبعا انا متأكد بعد هيك راح يتواصلوا معنا الضمان الاجتماعي، بنبلغك بالتفاصيل.